بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا متداولين الأعزاء، أنا في خدمتكم بتحليل الذهب خلال 4 ساعات. في هذا رسم البياني تشكلت موجة صعودية من مستوى 78% إلى سقف السابق في رسم البياني، والآن من المتوقع أن يتشكل نموذج مزدوج على رسم البياني، وبنى على ذلك فمن المتوقع أن يتشكل اتجاه تصحيحي حتى نطاق الزمني الذي حددناه، ويمكن أن يكون الاتجاه التصحيحي النهائي هو نطاق الزمن الأزرق. وبعد اكتمال النموذج الثاني في هذا النطاق فإننا نتوقع أن يتشكل اتجاه صعودي، وإن السعر قوي يمكن أن يصل إلى نطاق السقف السابق. وبالنظر إلى سلوك السعر في هذا النطاق وكذلك رقم 2500 دولار يمكن أن يتشكل اتجاه صاعد في رسم البياني، ويمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي على مدة طويلة. إذا تجاوز السعر تحت أي ظروف في هذا النطاق الدعم القوي واستقر تحت هذا النطاق فسيتم مسح الاتجاه الصعودي، ويمكن إنشاء استمرار الاتجاه في شكل اتجاه تصحيحي وتنازلي في رسم البياني. أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحليل مفيدا لكم، وإلى اللقاء إلى تحليلات التالية.